في اللايف. مرحبا. هلا ومن العراق، شلونك؟ الحمد لله، انت اخبارك؟ طب زبطي المايك بس، يعني شيلي التليفون هيك عشان اسمعك. لا سمع. طب شيلي السماعة عشان اسمعك منيح. يرضى عليك انه ترد. وين من العراق يعني؟ مشكلة نزلت، زعلان؟ كيف حالك؟ الحمد لله. سلم عليك، مروح عليك. شو مالك؟ شنو شو مالك؟ اسمك؟ واضح. مريم. شو اسمك؟ مريم. مريم. كم عمرك يا مريم؟ 20. طولة العمر يا رب، إن شاء الله يصير عمرك 60، شكرا. يعني توصل للـ60. شو وصلت بتعملي في حياتك يا مريم؟ شنو؟ شو بتعملي في حياتك؟ لا شغلة ولا عاملة، بس ندرس. بس شو بتدرسي؟ بعدنا ثانوي. كيف 20 وبعدها ثانوي؟ ها دقيقة، احنا عندنا اخر مرحلة اللي نطلع بها معدلات، فاني تشلبت بيها لحد ما اطلع معدل. واني شلبت بعد مرتين، شلبت سنتين. لا دي يا أنا سيدي، 3 سنين. حلو، احسن خبره خبره في التشليب. طب وين بالعراق انت؟ بغداد. هلا والله. الاقربون اولى بالمعروف. بتعرف تطبخ دولمة؟ ما بتعرف. ليش عايشين هناك؟ لا لا تشريف. أنا ما أعرف أطبخ دولمة، بس أهلي يعرفون يعني. اهلك انا شو بدي فيكي؟ تشريف، بيعرف يعمل تشريف؟ خضر على امها. رقم امها، رقم امها. هي سبب منها. لا، أهم شي هاي الحركة مال 5 أصابع السور مال التشريب، أكيد تعرفها. والله تشرفت فيك يا مريم. شكرا. كان مخرب هذا التصميم. هسه يلا باي.